هالأيام اللي إذا تشوفون فرد الشوشرة فرد إعلام ضد الأحوال الشخصية أنه هذا معناه لبنية عمرها 9 سنوات يزوجه، هذا الحكي كله كذب، في كذب كذب. أنتم المتزوجين اللي قاعدين هنا، من منعتكم تزوج بنية عمرها 9 سنوات؟ بعدين يصير زواج بدون ما الأبو يقبل البنية تقبل، ماكو هذا الشيء. أحوال شخصية يعني ربط بي أنا شخصيا، يوم الأمور ترتبط بي أنا أمشي على مذهبي، أمشي على حسب الفقه، فقهي أنا، ما يصير تفرضون علي شيء آخر. قانون من سنة 59 سنه عبد الكريم قاسم، وكان في وقته ظالما واعترض عليه العلماء في وقته، لا هذا لازم يمشي. يا عمي احنا نريد قانون الأحوال الشخصية مثل بقية الدول. في أمريكا إذا فرد واحد من أتباع مذهب أهل البيت يريد يزوج يريد يطلق مات عنده إرث، لمن يرجع؟ يرجع للفقه الجعفري، اللي على الفقه العنفي يرجع للفقه العنفي. ماكو فرد واحد إجبار في هذه القضية. على كل حال إن شاء الله القانون هذا يمشي بفضل دعائكم، وينصف أتباع أهل البيت في هذا البلد في العراق، وهو عراق علي والحسين والأئمة الطاهرون سلام الله عليهم.